رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل. يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل، فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، مرحبا بكم في الحلقة 21 من برنامج الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. تحدثنا في هذا البرنامج عن مقدمات ما قبل الزواج، عن دعوة الإسلام إلى الزواج، وعن حكم الزواج، وعن التأهيل النفسي للمتزوجين ودوافع الزواج، ثم مضينا نحو اختيار الزوجة والزوج، ثم الخطبة، فالعقد، فالفترة بين العقد والعرس، ثم ليلة العرس، ثم ماذا ينبغي على الزوج داخل بيت الزوجية وماذا ينبغي على الزوجة. ثم تحدثنا في الحلقة الماضية ماذا يريد الرجل من زوجته وماذا تريد الزوجة من زوجها، وعنوان حلقة اليوم كيف تؤثر في قلوب القريبين منك. هذه الحلقة مفيدة جدا داخل البيوت للزوج وللزوجة، لكنها مفيدة أيضا لكل رجل ولكل امرأة ولكل إنسان في كل مكان هو موجود فيه، إن في العمل وإن في الدراسة وإن في المعمل وإن في البيت وفي سائر علاقاته الاجتماعية. علماء الاجتماع أيها الإخوة يتحدثون يقولون الإنسان جمعي بفطرته، يعني اجتماعي يحب الجماعة، يريد جماعة ينتمي إليها تحبه وتألفه ويحبها ويألفها. ويصعب على الإنسان أن ينتمي إلى جماعة لا تحبه أو لا تتقبله. ويقول أهل الاجتماع الإنسان ما دام إنسانا كائنا من كان بحاجة إلى 5 أشياء لا بد له منها. لن تجد إنسانا على هذه الأرض إلا وهو باحث أو مستمسك بهذه 5. لا بد له من عقيدة يعتقدها، صحيحة كانت هذه العقيدة أو أنها غير صحيحة. لا بد له من هدف يسعى إليه، ساميا كان هذا الهدف، نبيلا كان هذا الهدف، أو دنيا كان. لن تجد إنسانا بدون هدف. لا بد له من قدوة يقتدي بها، لن تجد امرأ على هذه الأرض إلا وله قدوة. هذا يقتدي بعالم، وهذا يقتدي بلاعب، وهذه تقتدي بمدرسة، وتلك تقتدي بطبيبة، وأخرى تقتدي بمغنية. لا بد لإنسان من قدوة يقتدي بها، ولا بد للإنسان من مادة روحية ينالها حتى يبقى إنسانا. والخامس والأخير وهو موطن الشاهد، لا بد للإنسان من جماعة ينتمي إليها، كانت هذه الجماعة صالحة أو غير صالحة، لا بد له من جماعة. الإنسان جمعي بفطرته. الآن أنت أيها الإنسان، أنت أيها الزوج، وأنت أيتها الزوجة، كيف تؤثرين في قلوب القريبين منك خاصة زوجك؟ كيف تؤثرين في قلب زوجك؟ وأنت كيف تؤثر في قلب زوجتك؟ عليك بأمور 10 إذا أردت أن تؤثر في قلوب القريبين منك. الأمر الأول تقوى الله تعالى.
كلما اتقيت الله تعالى أكثر، كلما وضع الله تعالى حبك في قلوب الناس. قال الله تعالى في قرآنه الكريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي سيملأ الله تعالى قلوب العباد محبة لهم، يحبه الصغير والكبير، يحبه القريب والبعيد، يحبه الغريب والملاصق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء: إن الله أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل: إني أبغض فلانا، فيبغضه جبريل ثم ينادى في السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم توضع له الشحناء في الأرض أو البغضاء في الأرض. إذا اتقيت الله أحبتك الخلائق، وإذا عصيت الله نفرت منك الخلائق، وأول من يفعل هذا الأمر زوجتك، وأول من يفعل هذا الأمر زوجك. لذلك كان بعض الصالحين يقول: إني لأعلم حالي مع الله من خلق زوجتي، إذا شاهدت زوجتي مطمئنة لي، مرغوبة وراغبة بي، ودودة معي، علمت أن حالي مع الله حال حسن. وإذا رأيت شجارا ونقارا وخصومة وعدم رضا، علمت أني قصرت مع الله، فالتفت إلى ربي لأتقيه ولأصحح ما بيني وبينه حتى يصحح ما بيني وبين الناس. أصلح ما بينك وبين الله يصلح الله ما بينك وبين الناس. وكم من معصية ارتكبتها أنت في ظلمة الليل أو في هدأته بعيدا عن أعين الناس، أورثتك بغضاء في قلوب الناس. أول طريقة لتؤثر في قلوب القريبين منك تقوى الله تعالى، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الأمر الثاني: الابتسامة. الابتسامة تجعلك قريبا للآخرين، محبوبا من قبل الآخرين، مرغوبا بالعلاقة معك من قبل الآخرين. زوجك يحب أن تبتسمي له، وزوجتك تحب أن تبتسم لها. أما الزوج الذي يدخل إلى البيت وقد وضع في جبينه تقطيب الحاجبين، فهذا زوج يؤثر سلبا في القلب. وكذلك الزوجة التي تقطب حاجبيها لزوجها، إنها تؤثر سلبيا في هذا الزوج. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. وجاء في حديثه صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، بوجه بسام. وخير من تبتسم له زوجتك، وخير من تبتسمين له زوجك. وبالمناسبة في الطب، الابتسامة أرخص من العبوس. في الابتسامة أنت تحرك عددا من العضلات في وجهك أقل بكثير من العضلات التي تحركها في أثناء العبوس، وبالتالي فإن الابتسامة أرخص. فكن مبتسما حتى تؤثر في قلوب من حولك. قالوا: لا يحب الرجل من النساء ثمانية. في ثمان نساء الرجال لا يحبونهم: المسيطرة، والكذوبة، والشرسة، والإنعزالية، والسلبية، والعنيدة، والروتينية، والنكدية. والشاهد هنا عند النكدية المرأة التي باستمرار تسبب أزمات ومشاكل. ذكروا مرة في هذه الحادثة الطريفة أن رجلا تزوج بامرأة كانت هذه المرأة نآءة ونكدية. نحن نقول نآءة تكثر الكلام وتكثر المشاكل والخصام والنكد، تنأ مرة ومرة ومرة، تعب منها،
من كثرة نكدها ونأيها. يوم من الأيام قال يا امرأة والله أنا ما عاد أستطيع أن أتحمل، ترى شوفي بدك تجدي حلي وإلا أنا بده يصير فراق بيني وبينك. قالت له والله أنا ما بستطيع إلا بدي نق وبدي أعمل نكد. ألا الأمر يعني وصل إلى آخره، سيكون الفراق. قالت له طيب أخي يوم بنق ويوم ما بنق بيكون الأمر بيني وبينك. قال لها ماشي، إذا مو كل يوم بدك تنقي خلي يوم فيوم. فكانت في يوم النق تنق وتعمل له نكد. اليوم يلي ما في نق كانت تقول له بكرا النق وبكرا النق بكرا النق وبكرا النق. يا أيها الإخوة، المرأة النكدة لا يحبها الزوج. المرأة التي توجد الخصام والشجارة والعبوسة والخصومة والحرب داخل البيت لا يحبها الزوج، والابتسامة تبقى أسهل بكثير من العبوس ومن المشاكل. نتابع حديثا كيف تؤثر في قلوب القريبين منك. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مرحبا بكم مرة ثانية في الحلقة 21 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. عنوان الحلقة كيف تؤثر في قلوب القريبين منك. وذكرنا أن الإنسان جمعي بفطرته، يحب أن يؤثر بالآخرين، أن يحبه الآخرون وأن يحب هو الآخرين. تستطيع أن تؤثر في قلوب الآخرين بنقاط 10 عرضنا للنقطة الأولى وهي تقوى الله تعالى، والنقطة الثانية الابتسامة، وختمنا بأن 8 نساء لا يحبهم الرجال: المرأة المسيطرة والكذوب والشرسة والإنعزالية والسلبية والعنيدة والروتينية والنكدية. الآن بالمقابل لا تحب المرأة 8 من الرجال: لا تحب الزوج البخيل ولا الجبان ولا الوسخ ولا الغادر ولا الفاجر ولا الساذج البسيط ولا الغليظ ولا الذي لا يغار عليها. الشاهد من كل هذه الكلمات أن الابتسامة تبقى سبباً أكيداً للتأثير في قلوب القريبين منك. الأمر الثالث كيف تؤثر في قلوب القريبين منك: البدء بالسلام. إنك إن بدأت سلاماً على أهل بيتك أو على غير أهل بيتك أثرت في قلوبهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إطعام الطعام وإفشاء السلام. إفشاء الإفشاء نشر السلام، وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وكم من إنسان أنت فرحت به وأحببته لمجرد أنه يسلم عليك، وكم من إنسان صارت بينك وبينه خصومة أو جفاء لأنه يمر أمام دارك أو أمام مكتبك أو أمام بيتك وأنت واقف ولا يسلم عليك. الزوج الذي يسلم على زوجته، الزوجة التي تسلم على زوجها، يحترمها إذا دخلت فيقوم، تحترمه إذا دخل فتقوم له، تسلم عليه بترحاب، هذا يؤثر في قلب زوجته. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يصفي لك ود أخيك 3: أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس إذا دخل، أن تفسح له مجالاً ومكاناً في المجلس. الآن النقطة الرابعة تؤثر بها في قلوب القريبين منك: الهدية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. عدد من الشباب في فترة العقد يأتون بهدايا، وأحياناً يبالغون فيها للمعقود عليها لزوجاتهم، حتى إذا تزوج وصارت زوجته في بيته من 30 ما جاب له ولا هدية، من 20 ما جاب له ولا هدية، لكنه في فترة العقد كان في كل يومين 3 يأتيها بهدية. ليس صحيحاً أن تأتيها بهدية في فترة العقد
في كل يومين عفوا ليس صحيحا أن تأتيها في فترة العقد في كل يوم أو يومين بهدية، وليس صحيحا أن تتركها لسنوات 30 أو 20 أو 10 أو سنتين أو حتى سنة بدون هدية. الآن بالنسبة للهدية هناك أمور مناسبة أن نتحدث بها. لا يشترط في الهدية بين الزوجين أن تكون غالية جدا، فلعل زوجتك يرضيها منك وردة أن تحملها لها مع بطاقة صغيرة تكتب عليها كلمة واحدة، تفرح هذه الزوجة بهذه البطاقة وهذه الوردة، وربما احتفظت بها في علبة مجوهراتها وتبقيها سنة وسنوات، وفي كل شهرين أو ثلاثة تفتح هذه العلبة لتقرأ هذه البطاقة التي قدمتها لها قبل شهرين أو قبل سنتين أو قبل 20 سنة. الهدية لا يشترط أن تكون غالية غلاء كبيرا بمقدار أنها تعني أنك تفكر بهذه الزوجة. وبالمناسبة الزوجة تتأثر جدا بالكلمات، يعني لو فرضنا بأن إنسانا جاء لزوجته بمتر من الذهب وقال لها خذي، وإنسان آخر جاء لزوجته بوردة واحدة وقال لها لقد فكرت لأيام ما هي أنسب هدية أقدمها لك على أن تكون تشبهك، فما كان مني إلا أن وجدت هذه الوردة. الله أكبر، تفرح الزوجة بهذه الكلمات لأن الكلمة تؤثر أكثر مما تؤثر المادة، أكثر مما تفرح بمتر من الذهب مقرون بكلمة ليست جيدة. والزوجات أيضا يحب الزوج أن تقدمي له هدية، ما عليه إذا كان في يوم نجاحه أو في يوم تفوقه أو في يوم حقق فيه إنجازا جيدا أن تأتي زوجك بهدية ولو كانت بسيطة، ولو كانت قميصا، ولو كانت ساعة بسيطة، ولو كانت أجندة يكتب عليها شيء مما يحتاجه يفرح بأن زوجته هذه تفكر به. الهدية لا يشترط أن تكون غالية جدا بمقدار ما تعني أنك تفكر بزوجتك وأنها تفكر بك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر، يعني البغضاء التي تقع في الصدور. أحيانا الهدية تكسر خصومة مقدارها أو مدتها سنة بهدية بسيطة مقرونة بكلمة ولو كانت كلمة اعتذار، لكنها تلين قلوب الناس الذين هم حولك. الآن الأمر الخامس، كيف تؤثر في قلوب القريبين منك؟ تؤثر بقلوب القريبين منك بحسن الاستماع. أنت تؤثر بحسن الكلام وتؤثر أيضا بحسن الاستماع. وذكرت لكم سابقا أن في العالم اليوم جامعات أو دورات تدريبية تعلم الإنسان كيف يستمع، وهناك فن الآن للاستماع. أنت لابد عندما تستمع أن تشعر زوجتك بأهمية الموضوع. اسمعوا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان يستمع لمن حوله. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التفت التفت جميعا، يعني بأنه إذا كان منصرفا إلى هذه الجهة وحدثه رجل واقف على يمينه أو على شماله لا يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطرف عينه ولا يلتفت برأسه، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم يلتفت بجسمه كله. إذا التفت التفت جميعا. كان إذا سلم عليه رجل قال لا ينزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من يد الرجل حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده من النبي صلى الله عليه وسلم. كانت المرأة الأمة توقف النبي صلى الله عليه وسلم على قارعة طريق تسأله، قال فيقف معها، وربما وقف معها الدقيقة والدقيقتين والساعة والساعتين ليقضي لها حاجتها.
إذا سمعت من زوجتك فاسمع منها وأنت منشرح الصدر، ألقي سمعك لما تقول، انظر إليها، تجاوب معها بحركات عيونك، تجاوب معها برأسك، تجاوب معها بالإشارة إلى أنك مهتم بما تقول، ولا تقل لها هذا الموضوع لا قيمة له عندي، هذا الموضوع أغلقيه الآن، هذا الموضوع تكلميني به فيما بعد. وهكذا أنت أيتها الزوجة أيضا مع زوجك، زوجك أيضا يحب أن تستمعي وأن تسمعي له من أقواله. الآن هناك شيء أدلكم عليه، إذا أردت للمتكلم أن يزداد كلاما وأن تستمع له ويفرح به المتكلم، إذا كان رجل يحدثك وتريد منه أن يتابع الحديث، كرر آخر كلمتين ذكرهما وتوقف عندهما. يعني مثلا لو جئت إلى بيتك وجلست مع زوجتك وقالت لك زوجتك، والله اليوم جاء ابنك من المدرسة وكان يبكي، ولما سألته لماذا يبكي قال إن هناك صديقا له في المدرسة قد تشاجر معه فدفعه باتجاه الأرض مما جرح قدمه فصار يبكي منها، وسكتت. إذا أردت أن تستمر زوجتك في الكلام، هي قالت آخر ما تكلمت فسقط إلى الأرض وبكى، قل لها سقط إلى الأرض وبكى، تقول نعم لقد سقط وجرحت رجله من عند الركبة ونزفت دما، سكتت. قل نزفت دما، تقول نعم نزفت دما وكان الجرح صغيرا ولكني استطعت أن أضع قطعة من القماش عليه والحمد لله توقف الجرح. توقف الجرح؟ نعم توقف الجرح. تفرح هذه المرأة بأنك أنت مهتم بالحديث وتطلب منها أن تستمر، وكذلك الزوجة مع زوجها. واعلموا يا أيها الإخوة أن الطب في العالم طبان، طب جسدي يعتمد على الأدوية، يعتمد على الجراحات، يعتمد على العمليات الجراحية، وطب نفسي يعتمد على الكلمة. أساس الطب النفسي الكلمة، والأدوية أمر ثانوي فيها. يعني طبيب النفسية إذا ذهبت إليه في عيادته، لا قدر الله لك هذا المرض النفسي، يجلس الطبيب في مكان قريب منك وفقط هو يستمع إليك، يقول خير تفضل، تقول أنا أشعر بضيق وكآبة وكأن أحدا لا يحبني من الناس وأهلي لا يحبوني وأنا غير مقبول بينهم، وتسكت. يقول الطبيب لا يحبونك؟ تقول نعم لا يحبوني، أخي قبل يومين فعل كذا وترك كذا. يقول فعل كذا؟ أنت تستمر في أو هذا المريض يستمر في الكلام. الطب النفسي يعتمد فقط على الكلمة، ثم فيما بعد هو يعتمد على الأدوية بشكل مساعد، وإلا فإن طبيب الصحة النفسية يعتمد على السماع منك لما يحدث معك، ثم يحدثك ببعض كلمات بعضها فيها توجيه لك ليقوم لك طريقة تعاملاتك مع من حولك من الناس. الآن في الدراسات النفسية قالوا أفضل علاج نفسي للزوج هو زوجته، وأفضل علاج نفسي للزوجة هو زوجها. مع كل ما تسمعون من أن فلانا لما تزوج ازدادت أعباؤه، وأن فلانة عندما تزوجت ازدادت أتعابها، لكن الحق أن الزواج يشكل سكنا. ألم نسمع قول الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها؟ الزواج يؤدي إلى سكن نفسي، ولذلك حسن الاستماع هو واحد من أسباب تؤثر بها في قلوب القريبين منك. يا أيها الإخوة، يا أيتها الأخوات، تستطيع أن تؤثر في قلوب القريبين منك بأمور عشرة. اليوم تحدثنا عن أمور خمسة: الأمر الأول تقوى الله تعالى، والأمر الثاني الابتسامة، والأمر الثالث البدء بالسلام، والأمر الرابع الهدية، والأمر الخامس حسن الاستماع. إن شاء الله في الحلقة القادمة
نتحدث عن أمور خمسة أخرى نتابع بها حديثا عن الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. واعلموا يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات أننا في هذه الأيام أحوج ما نكون إلى مثل هذه الدورات لكل شاب ذاهب نحو الزواج ولكل فتاة ذاهبة نحو الزواج، لنحمي أسرنا ونحمي بيوتنا وننشئ جيلا يرضي الله تعالى ويرضي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلح به أمر هذه الأمة. ألقاكم على خير في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول. فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن يضم